جوال حاتم تكشف سبب غيابها عن دفن جورج الراسي مبد انهار، والكشف عن حالة نادين الراسي الصحية. تحدثت عارضة الأزياء اللبنانية طليقة الفنان الراحل جورج الراسي لأول مرة بعد وفاته عن لحظة تلقيها الخبر المشؤوم، حيث لفتت إلى أنها ليلة الجمعة السبت شعرت بالقلق ولم تتمكن من النوم لسبب تجهله، وعند حوالي الساعة 7 صباحاً تلقت اتصالاً من الإعلامية اللبنانية هلا المر التي أخبرتها أن جورج تعرض لحادث على طريق المصنع ما أدى إلى وفاته. وفي حديث لسبوت شوت كشفت جوال حاتم أنها انهارت عند سماعها الخبر، كما أن ابنها جو سألها عن الموضوع كونه شاهد صور الحادث على تيك توك بحسب قولها، لتشرح له أن والده أصبح ملاكا في السماء ويحرسه، كما لفتت إلى أنها وابنها يتحدثان يومياً مع صور جورج ويخاطبانه وكأنه موجود معهما في المنزل. يعني أنت زوجي صالحة؟ صراحة صالحة، ولا بخون ولا بعمل قصص ولا أما عن عدم حضورها الدفن فقالت ما بدي شوفه لجورج ميت، وما بدي انهار وأعمله مصيبة لبيت الراسي لأنه مش ناقصهم، مضيفة جورج عمل المستحيل لابن نجو، لتكشف عن آخر رسالة وجهتها له قبل أسبوع من وفاته. قالت فيها حكيم النفس على أناعة وحياة يسوع وجو، بس وقفت الدواء وعيت، أنا مني غلط وجورج بي ابني منه غلط، ما حدا منا كامل بس كل واحد عنده أناعته وطريقة عيشه وتفكيره، لازم نحب بعض ونحترم اختلافاتنا كرمال جو ونتخطى كل الماضي ونكون رفقة. هذا وتمنت جوال حاتم على الجميع عدم الحديث عن الراحل جورج الراسي بطريقة سيئة. جورج ما تجيبوا سيرته كرمال ابني لأنه مات، وكرماله لأنه مات، وكرمال ابني لأنه ابني. وطلبت جوال من الفنان الراحل أن يعطيها القوة وأن يصلي لابنه، واعدة ابنها جو أنها ستربيه على أن يكون بطلاً كما كان والده يطمح، لتوجه في الختام رسالة عتب وقهر للدولة اللبنانية قائلة الله يريحنا منكم ويصطفل فيكم. هذا وكانت جوال سارعت للتعبير عن حزنها وصدمتها بعد انتشار خبر وفاة جورج الراسي، إذ كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على واتساب بليز عم برجف ما قادرة رد، بليز يسوع ساعدوني. حبك لحدود الإدمان أكثر ما تخيل إنسان وانت جوا. وفي سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر محاولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي إنهاء حياتها بعد وفاة شقيقها جورج الراسي، الأمر الذي نفته معلومات الجديد مؤكدة أن نادين بخير وهي تحاول أن تستوعب خبر خسارة شقيقها.